بسم الله الرحمن الرحيم اخوة الزملاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الانشتف الخاصة بالبي ام بي والسي بي باذن الله هنتكلم بس في الفيديو ده بشكل سريع على السيستم بتاع الانشتف نفسها وكمان الرد على الاستفسارات اللي كانت وصلتنا هو طبعا كان نموذج اتفتح للتسجيل وصلنا يعني طلبات تسجيل تقريبا حوالي 4100 طلب فيهم يعني مكرر ممكن حوالي 500 تقريبا ف يعني العدد المتبقي حوالي 3000 ونص هنبدا ان احنا نعدي عليهم بس قبل ما نبدا نعدي عليهم خلينا نتكلم بشكل سريع الاول على السيستم عموما في المبادره الايميل طبعا كل الناس انا عارف ان هي يعني بتطلب او بتسال فين الايميل ما وصلش ليه بعض الناس وصل لهم وبعض الناس لسه ما وصلش الايميل احنا بنرسله بس بشكل جرادولي بسبب ان العدد يعني كبير بشكل يعني مميز الحمد لله فعشان نقدر ان احنا يعني نستوعب المشاكل اللي بتظهر مع كل واحد ساعه التسجيل او ساعه لو عنده طلبات او كده ودخوله على الواتساب جروب او دخوله على السيستم ونبقى قادرين نتعامل يعني مع ردودكم فخلينا نشتغل بس جرادولي خلال يومين ثلاثة ايام ان شاء الله تكون كل الناس انرولد وتكون الامور واضحه. بالنسبه للبلاتفورم اللي هنشتغل عليه هو seedswise.com وهيكون الانرولمنت من خلال كوبون كود الكوبون هيرسل لكل الناس على الايميل وبدا بالفعل يعني يرسل وبدات ناس تو بي انرولد وتجوين الكورس السيشنز هتكون ريكوردد زي ما تعودنا في الاستادي جروبس اللي كنا بنعملها يعني كتير من الزملاء يمكن بدا معانا في 2015 و2016 وبعد كده اتكررت كذا مره الاستادي جروب ويمكن توقفت بس فتره وان شاء الله المبادره دي نرجع نستكمل تاني كده الموضوع مع بعض فالسيشنز هتبقى ريكوردد بنفس الوضع المعتاد اللي كنا بنشتغل بيه قبل كده طبعا ريكوردد ده معناه ان هو مش بس يعني الستودنت او اليوزر ان هو يتابع مع نفسه لا هيكون في جروب للمتابعه الجروب ده هيكون من خلال الواتساب والجوجل شيتس الواتساب جروب هيبقى مينلي للكوميونيكيشن لو حد عنده مشاكل لو حد عنده اسئله التواصل عموما والتفاعل مهم جدا التفاعل في الواتساب جروب ويعني مفيد جدا ان الكل يكون بيشارك سواء بيسال او ان هو بيرد الفولو اب هيكون من خلال جوجل شيت الجوجل شيت او السبريد شيت ده بيبقى موجود فيه اسم كل دارس وبيبقى بنبدا نتابع فيه كل واحد وصل لفين او خلص ايه من الدروس هل ماشي از ده ولا لا بيبقى الهدف منه الموتيفيشن تحفيز الناس تشوف ان هم فعلا ماشيين مع بعض بنفس الروح ويعني لو حد مش حابب ان هو يتابع في الجوجل شيت اتس اب تو هيم يعني ممكن ان هو ياخد القرار بنفسه مفيش مشكله بالنسبه للماتيريال الماتيريال هتكون على الكورس بيج على المنصه على seedswise.com هيبقى في الكورس بيج هنشوف مع بعض سكرين شوت دلوقتي تبين لنا ازاي احنا نوصل للماتيريال طبعا احيانا بعض الماتيريال ممكن ان هي تكون هت على الواتساب جروب يعني تو بي ما بيننا وما بين بعض على الواتساب جروب ده بالاضافه للماتيريال الرئيسيه بتاعه الكورس البدايه زي ما كنا قلنا قبل كده على السكيدجول اللي كان نزل على اللينكد ان هو 16 نوفمبر باذن الله هتكون اول يوم في بدء الدراسه السيرتيفيكت هيبقى فيه في نهايه الكورس نفسه امكانيه للدارس ان هو يستخرج شهاده من الموقع بشكل اوتوميتد زي كل المواقع يعني يقدر ان هو يحصل على شهاده اتندنس سيرتيفيكت بالنسبه للناس اللي بتسال على السيرتيفيكيت لموضوع البي ام بي عشان هو متطلب فهي اتس هي كافيه للتقديم بيها لامتحان البي ام طيب بالنسبه للتسجيل على الموقع او على المنصه هيكون في البدايه طبعا نفتح الموقع كوم وبنبدا ان احنا نعمل يوزر نيم وباسورد ونبدا ان نفعل اليوزر بتاعنا بعد ما نفعل يوزر ندخل على على الكورس نفسه ونضيفه للكارت وبعد الاضافه نبدا ان احنا نابلاي الكوبون بنابلاي الكوبون في صفحه التشيك اوت بنلاقي مكان ندوس عليه اد كوبون يفتح لنا مكان لادخال الكوبون ندوس ابلاي كالمعتاد زي اي موقع موجود فيه كوبونز بعد ما بنعمل له ابلاي بنلاقي ان السعر بدا انه يحصل فيه ديسكاونت وبنبدا نكمل بقيه الاجراءات بتاعه الاشتراك بعد ما بنشترك في الكورس بنبدأ ان احنا نشوف المحاضرات اللي فيه وطبعا لو حبينا نوصل للماتيريال هنلاقيها في التاب اللي اسمها resources هنلاقي الماتيريال الخاصة بالكورس نفسه كpdf files او اي files هنلاقيها ملحقة هنا في الجزء الخاص بresources واثناء مشاهده الكورس او اثناء التصفح الموقع لو في شيء مش واضح بالنسبه لنا ممكن احنا نروح لصفحه الاف كيو او الفريكوينتلي Asked كويشن نقدر ننزل للفوتر الموجود في الموقع في في اي صفحه من تحت في اخرها بلاقي الاف اي بضغط عليها بتبين لي الاسئله المعتاده سواء الخاصه بالبدايه بالداشبورد تبعي بالكورس انرولمنت الاشتراك في الكورس عمليه الليرنينج السبورت تيكتس لو انا عندي مشكله بقدر ان انا ارفع سبورت تيكت من الموديول ده وده كده يعني ايه بريف بسيط عن المنصه او الموقع نقدر ان احنا يعني لما يجي الايميل نبدا نسجل فيها ويكون عندنا يوزر نيم وباسورد او كريدينشال عشان ننتظر لما يجي الايميل ونبدا ندخل الكوبون بذكركم طبعا بالسكيدجول اللي كنا نزلناه على اللينكد ان السكيدجول هيبدا يوم 16 نوفمبر باذن الله هتكون البدايه سواء للبي ام بي او للسي سي بي السكيدجول هنلاحظ ان هو في جزء مذاكره وفي الاخر في جزء مراجعه فباين هنا ان المراجعه هتبدا في 3 جانوري 25 هنتكلم بالتفصيل مع بعض على الواتساب جروب طريقه المراجعه لما نوصل لها هتكون ازاي لكن المذاكره عموما المذاكره هتكون ان انا بتفرج على الفيديوهات بلاقي اسئله بحلها وبشوف الفيديو بتاع الحل واكون يعني متجاوب على الجروب بحيث لو في حاجه واقفه نبدا ان احنا نسأل ندردش مع بعض فيها اللي عنده سؤال يسال اللي حابب يجاوب يجاوب, يجاوب ويكون في تفاعل. نفس الشيء للسي سي بي هنبدا يوم 16 نوفمبر ونفس تقريبا المواعيد ان احنا هنخلص على فرايداي 3 جانوري و4 جانوري ساتردي هنبدا ان احنا نراجع يمكن السايكل هتكون مختلفه شويه في السي سي بي لان السي سي بي اسئلتها مور دايركت والموضوع اسهل شويه مش تريكي زي البي ام بي فالبي ام بي ممكن بتحتاج حل امتحانات بشكل يعني مكثف قوي لكن وهندردش يعني مع بعض على موضوع الامتحانات وحل الامتحانات لما نوصل للخطوه دي باذن الله لكن بالنسبه للسي سي بي ممكن الموضوع هيبقى اسهل شويه هتحتاج وقت اقل للمراجعه والحل اقل بكتير من البي ام ده كده باختصار الجزء الخاص بتوضيح طريقه الدراسه وتوضيح الموقع خلينا ننتقل للجزء ثاني اللي هو الرد على الاستفسارات. يعني في نقطه بس اخيره باكد برده عليها بخصوص موضوع الايميلز والناس اللي ما جالهاش ايميل لغايه دلوقتي يعني انتظر بس لان احنا بنبعت الايميلز جرادولي. بعض الناس ممكن يكون كتب الايميل بشكل خطا فاحنا صححنا كتير من الايميلات اللي بيكتب مثلا دوت كون او دوت كو اي او بيكتب حرف بدل الام كنا بنصحح كده او بيزود حرف بعد الام فصححنا كتير من الايميلات عشان تبقى الايميلات توصل وان شاء الله توصل للكل يعني خلينا لو حد ما وصلهوش الايميل سواء في بوكس او في الجنك أو, او سبام يعني لو ما وصلهوش الايميل لغاية يوم الاربع القادم يبعتلي لي بعد كده على الخاص بس يكون من اللي سجله في المبادرة يعني يبعتلي لي على الخاص في لينكد ان ان شاء الله نشوف الموضوع ما وصلهوش او كده او ابعت له الكوبونين يعني. يعني الجزء المتبقي من الفيديو هيكون الإجابة على ال الاستفسارات فيعني لو حد بالنسبة له كده مكتفي إن هو خلاص فهم السيستم فهم الانستراكشنز الخاصة بنظام النشط نفسها فده هيكون كافي لأن ممكن ال الأسئلة بس هيكون عددها كبير فلو لو اوكي بالنسبة لكم يو كان كلوز ذا فيديو دلوقتي لكن لو حد حابب ان هو كان ساب اي استفسار من الاستفسارات فيتابع معانا الجزء المتبقي بحيث ان احنا هنجاوب على الاسئله اللي كانت سالت طيب هنا هنبدا نجاوب على الاستفسارات اللي وردت لينا في الفورم نفسه ف دي كده الاعداد والايميلات والبيانات خلينا ننتقل بسرعه للكومنتس والكويشنز طبعا بعض الكومنتس كانت يعني رسائل شكر جزاكم الله خيرا على الرسائل الجميله والطيبه بعضها ممكن استفسارات فاحنا مهتمين ان احنا نجاوب على الاستفسارات فخلينا نحاول ان احنا واحدة واحدة نوصل لها وان ذا كورس ويل ستارت فاحنا قلنا ان هو ان شاء الله 16 نوفمبر هل في شهادات في باذن الله شهاده من الموقع طيب واضح كده ان ايه الاستفسارات مش كلها هتكون موجوده هنا خلينا نفتح الشيت السبريد شيت افضل اتوقع هيبقى مكتمل يعني واضح ان اللي على الفورم ما كانش حتى واخد كل الاسئله يعني هو كان منطقي بشكل ما طيب uh, how many hours of studying I need before performing the test for PMP لو بنتكلم على الـ PMP فالخطة بتاعتنا بتاعت المذاكرة تعتبر كافية للمذاكرة والجزء الخاص بالمراجعة بيختلف جزء حل الامتحانات على حسب كل دارس ووقته ومدى كان تركيزه في الفترة بتاعت حل الامتحانات أو في الفترة بتاعت المذاكرة عذرا بتختلف طبعا من دارس للتاني ويعني ممكن نقول ان هي متوسط ممكن من 3 أسابيع ل شهور كل واحد على حسب يعني طاقته على حسب مدى تحسن إجاباته مع الوقت اكيد بتفرق بشكل كبير قوي في البي ام بي لكن كل ما بيبقى فيه همه ومتابعه الموضوع بيخلص بشكل سريع اكيد ده طبعا الجزء اللي هو ما بعد الجدول اللي احنا ناشرينه يعني ده جزء حل الامتحانات اما بالنسبه للسي سي بي فالامر اسهل زي ما وضحت انا من شويه في الفيديو fresh graduate with this suitable for me uh, fresh graduate مش هتكون قادر أنك تقدم على ال, ال, ال PMP uh, الأفضل أنك يعني uh تركز بشكل اكتر على الجزء التكنيكال الخاص بالدراسه نفسها او الخاص باكتساب الخبره، لو حابب تحضر معانا الكورس اكيد اهلا وسهلا كمذاكره واطلاع، لكن في النهايه في السنين الاولى محتاج ان انت تحصل اكسبيرينس بشكل كبير من خلال الشغل نفسه يعني. سواء كنت تشتغل موقع او بشتغل حاجه من الوظائف التكنيكال اوفيس على حسب يعني الوظيفه نفسها بس الخبره بتكون اهم بكتير من الشهادات في اول سنين في حياه الفريش جرادويت كيفيه طريقه الدراسه احنا قلنا ان هي فيديوهات خمستاشر هو بالفعل بدأ عشر تكلفة طبعا احنا قايلين ان هي مبادرة مجانية هل يتم المساعدة في التحاق أكيد هيبقى في توجيه لإزاي إن احنا نلتحق من دفع وخلافه أكيد الدفع الإمتحان على اليوزر يعني بس أكيد في جايدنس يعني في إن احنا إزاي نعمل الكلام ده. مساعدة في الدفع لا مفيش مساعدة في الدفع يعني لو تقصد فيزا مثلا أو كده فلا ده للأسف مش متوفر لكن مساعدة كجايدنس البروسيس إزاي والأبليكيشن إزاي فده أكيد موجود يعني I'm very interested جميل موقع لقمان جميل مفيش مشكلة تقدر إنك تكمل معانا المشترك على لقمان احنا هنحدث الكورس على موقع لقمان بحيث يكون نفس اللي موجود هنا هو اللي موجود هنا فالمشترك على موقع لقمان أكاديمي فأكيد مفيش مشكلة إن هو يقدر يكمل بنفس الطريقة مسجلة أكيد مسجلة بإذن الله الله وإياكم الحصول على الشهادة شهادة الكورس نفسه كأتندنس بعد ما بنخلص الفيديوز بيبقى فيه سيستم للفيديوهات لل طبعا الفيديوهات يعني مش هنعرف ان احنا نعمل لها سكرول للآخر زي ما موجود في يودمي مثلا او بعض المواقع لا احنا لازم ان احنا نشوف الفيديو وبعد نسبة معينة اكتمال ممكن ان احنا نعمل كومبليت خمسة المية او ان احنا نكون كملناه كله عشان يتحسب لنا ان هو كومبليت. بعد ما بنخلص الكورس كامل بنقدر ان احنا نطلب الشهاده بيبقى في بطن او زرار خاص بطلب الشهاده مواعيد الدوره واحنا قلنا المواعيد والسكيدجول مدة الكورس هو طبعا زي ما قلنا محاضرات مسجلة مش تفاعلي فالمدة زي السكيديول اللي احنا قلنا عليه الشهادة كلمة شهادة معتمدة طبعا احنا ما بنديش شهادة امتحان شهادة الامتحان من البي ام او من الاي سي اي للسي سي بي لكن شهادة الكورس احنا بنطلع شهادة الكورس وتكلفة الكورس في المبادرة هو مجاني والشهادة نفسها شهادة التندنس وهي مقبولة بالنسبة لامتحان البي ام بي When the course will start احنا وضحنا الجدول وان هو مش تفاعلي requirement regarding education and experience هنوضح كل ده من ضمن المحاضرات الأولى في الكورس نفسها هتلاقيها موجودة في الفيديو طبعا السي سي تحديدا يعني اللي متابع عارف ان هي كان زمان بنعمل تكنيكال بيبر ودلوقتي اتغيرت بقت ميمو والميمو دي بتبقى جوه الامتحان نفسه على عكس التكنيكال بيبر اللي هي كانت بتبقى سيبريت منفصل عن الامتحان الميمو بقى ليها فيديوز موجوده على سيتس وايز وان شاء الله هنزلها برضو على الاكمان اكاديمي بحيث يبقى الكورس هناك ابديتد الفيديوز بتوضح الميمو اكتبها ازاي وبتدي اكزامبل ممكن احنا نحاول نتعلم منه يعني اللي بيطلب ان هو يسجل في الاثنين هي المبادره بتشمل كورس واحد لكن الكورس متاح للتسجيل اللي حابب ان هو يسجل بره المبادره طبعا والهدف أكيد التركيز يعني بشكل أولي إن إحنا نبقى مش مشتتين يعني registration details هي موجودة في المحاضرات وبتتشرح في في البداية duration of study على الجدول الزمني general idea about the certificate before starting هي الشهادة ال PMP شهادة خاصة بإدارة المشاريع بتعلمنا الابجديات بتاعت اداره المشاريع الاساسيات خاصه بكل العناصر سواء بالجزء السكوب مانجمنت السكيدجول مانجمنت الكواليتي الكوست الريسك البروكيورمنت وهكذا بتعلمنا الجوانب المهمه للبروجكت مانجمنت اتوقع يعني النهارده مفيش حد مش عارف البي ام بي بس ممكن سؤالك على السي سي بي السي سي بي بتتكلم في الجزء بتاع التكاليف كبيسكس رئيسيه او فاونديشن رئيسيه انطلق منها ما بتديش طبعا أه يعني practice او exercise على ازاي ان انا اعمل مثلا النظام فرضا يعني بعمل كوست استيميشن هي بتديني الفاونديشن اللي انا ممكن انطلق منه لكن في النهايه بيختلف الاستيميشن ال من مجال لمجال نفس الشيء الكنترول من مجال لمجال فهي مش هتديني مثلا شيت وتقول التزم بالشيت ده عشان تعمل كوست كنترول في ال في البروجكت عندك بالشكل الفلاني لا هي اديني الفاونديشن اللي انا من خلالها افهم يعني ايه كوست كنترول فاقدر ان انا ابني ال المنهجيه بتاعتي زي اي شهاده يعني زي البي ام بي او زي اي شهاده بتدينا في النهايه الفاونديشن اللي ابني عليها الميثودولوجي تاتي To apply for PMP exam is necessary to have three years. مشروع الكلام ده طبعاً ثلاث سنين خبرة وهنلاقي الكلام ده كله مشروع في الكورس نفسه. طيب خلينا نحاول يعني نمشي بشكل أسرع شوية نعيد لقمان أحضر الكورس التغييرات وأسأل ما مشكلة طبعا أكيد مدة الدراسة قلناها clarify ccp p course احنا اتكلمنا بالفعل عنه which edition for the pen book will be used طبعا احنا بنشتغل على الacp او ال exam content outline هو محدد ال المجالات اللي احنا بنشتغل عليها او محدد طريقه الشغل بتاعتنا بس مينلي احنا بنشتغل على الاصدار السادس زي معظم المدربين كل يعني متفهم قيمه الاصدار السادس وان الاصدار السابع جاء بيتكلم في فكر مختلف فكر اديشنال غير خالص الاصدار السادس وكل كل المعاصر يعني البي ام بي يعني يمكن انا سيرتفايد من 2010 بدات ادرس من 2008 يعني عارف الـ الامور تطورت ازاي في البي ماي وكل الـ يعني المحاضرين عارفين ان الاصدار السابع اول ما نزل يعني الكل ما قابلش ابدا ان كل التطور اللي حصل قبل كده في البيمبوك ان هو يتلغى ويتمسح ونبدا من اول وجديد فكانت الاعتراضات وفي النهايه البي ام قال يعني عشان يبقى في حل وسط خلاص خلينا نشتغل على حاجه اسمها الاي سي او الاكزام كونتنت اوت طبعا هو في النهايه يعني الاساس بالنسبه لنا هو الاصدار السادس يعني هو الاكزام كونتنت اوت بتشتغل على الاصدار السادس بس يعني اخذت التشابترز بتاعته او البروسيس بتاعته وبدات ان هي توزعها بشكل ما بالاضافه طبعا للجزء الاجايل فده طريقه شغلنا يعني هتبقى عامله ازاي شهادة قلناها لايف سعر الكورس قلنا مبادرة مجانية و ارسال متابعة الشيت على الواتساب لان الايميل اوكي هو هيبقى ال... الاساس يعني كمتابعة على الواتساب جاوبنا على السؤال ده كمان الماتيريال هتبقى موجوده قلنا وضحناها هنا سؤال جدول اتكلمنا على الجدول سيرتيفيكيشن هيبقى فيه شهاده حضور فيديو للأسئلة في فيديوز بالفعل الاسئله في البي ام بي دورتين هو المبادره طلع ان هي تكون وان يعني. رينيوال لو كده تواصل بس معايا على الخاص وأقولك طريقه الرينيوال الريبت عايز حد متخصص يعني كلنا يوزرز كويسين في الريبت بس يعني التدريس يعني محتاج حد متخصصين طيب تابع طيب معنا لو ما تيسرتش الامور وقتها في 2013 او 15 فتابع معنا ان شاء الله و... يعني هتعرف الماتيريال ايه الجديد فيها وايه التغييرات اللي على الكورس نفسه كل المسجلين بالفعل كل المسجلين هيدخلوا في المبادره باذن الله في نفس السكادجول يعني نفس التاريخ في الفيديوهات قلنا ان هي مسجلة سيرتيفيكت اتكلمنا عنها تايم فور ليكشرز هي مسجلة هي المبادرة مجانية يعني مفيهاش دفع متاح ان شاء الله الشهادة أكيد التقديم بس نبقى تدربنا كويس على الأسئلة بالفعل هيبقى الجزء الميمو متغطي بإذن الله في التريننج كورس كشرح طريقة كتابة الميمو ومثال عليه السي سي بي على لقمان هيبقى نفس الوضع هي تو بي نفس الشيء الخبره بين بي ثلاث سنين ف... فطبعا يعني ايه ما نستعجلش اللي لسه فريش جرادويت ما يستعجلش على التسجيل يعني الحضور ما فيهوش مشكلة بس بس الامتحان نفسه ما حدش من الفريش جرادوت يستعجل عليه متطلبات الحضور الالتزام بالجدول نفسه البروجرام مش بيد البروجرام البروجرام تسنينيشتيف فري انشتيب. هيت <hesitation> أو ال question answer هتنزل بإذن الله وهنكون بنتابع فيها مع بعض على الجروب مسجلة بالفعل يعني بحاول اعدي الأسئلة اللي اتسألت قبل كده السيرتيفيكت certificate السكيدجول time الـ المواد المقترحه احنا هنشتغل بالسلايدز بتاعت الكورس سواء في البي ام بي او السي سي بي هتبقى في سلايدز وهنشتغل بيها وهي دي ان شاء الله كافيه بالنسبه لنا لدخول الكورس اما بالنسبه للاسئله فهقول لكم عليها في الـ في الـ الكورس نفسه سواء للبي ام بي او السي سي بي سيرتيفيكت قلنا عليها sense of diploma from 1 to 10 in your mind as a lecturer جميل السؤال طيب هو الموضوع كله للدراسه وللتعلم والانسان يكون عنده فاونديشن كويسه يقدر من خلالها ان هو يبتكر يطلع methodologies يحل مشاكل يقدر ان هو يكون قادر على ان هو يليد ال ال relevant work و relevant activities المتعلقة بالموضوع ده بشكل كبير اما تقييم من واحد عشرة لا انتوا اللي تقيموا يعني مش انا اللي نقيم different between سي CCB course and the new one لو حد مشترك على لقمان يفضل على لقمان يعني مفيش اختلاف الاختلاف بس الميمو بي ابديتد يعني هيتم تحديثها كورس ستارت قلنا السكيدجول مسجله طلبات المعرفة قبل اختيار الكورس هو سؤال جميل بس هي الفكرة بشكل أكبر مش في المعرفة قد ما هي في الميول بمعنى إن اللي بيشتغل عموماً في project management في أي مجال غير الكوست فهو أكيد ال PMP ده activity أو مايلستون رئيسي بالنسبة له في حياته سواء كان بيشتغل مثلاً في ال في تكنيكال office، في planning، في scheduling، في contract، في أي حاجة related فده اكيد ال ام بي هيكون افضل السي سي بي هيكون خطوه تانية ولو شغال في الكوست مينلي والسن صغير فممكن الكوست يبقى الخطوه الاولى لو السن كبير وفي مانجمنت ليفل فبرضو انا بنصح ان البي ام بي يكون قبل السي سي بي الا لو هو يعني مش ميال للتفاصيل اللي موجوده في البي ام بي وميال له مركز اكتر بشكل كبير في السي سي بي وحتى المانجيريال ليفل اللي هو فيه مخليه مركز فقط في الكوست ومش متطلع لاي حاجه متعلقه بالبي ام بي سواء كانت بتكلم في ريسك مانجمنت بروكيورمنت كواليتي الحاجات اللي هي نون كوست ريليتد يعني الحاجات اللي بره الكوست لو هو بالنسبه له دي يعني في شغله أو في دايرة عمله مش مش فا فخلاص لا خليه يبدأ بالسي سي بي لكن في الحالات التانية البي ام بي هي الأولى يعني دورة كافية بإذن الله لاجتياز الامتحان الماتيريال أنا قلت اتكلمت عنها سواء كانت الماتيريال نفسها أو الأسئلة الأسئلة هتبقى بنا على الواتساب جروب وهتنزل بعد كده على الموقع إن شاء الله PMP الاصدار السابع اللي هو الاصدار زي ما قلنا بتاع الاي سي او الاكزام الاصدار السابع مختلف الاصدار السابع مختلف تماما عن فكر الاي سي او وفكر الPMP اللي اتبنى طوال السنين يعني فما ينفعش ان حد يدرس الاصدار السابع ويسيب السادس خالص حتى الاكزام نفسه او البي PMI نفسها وهي بتشتغل على الـ ان هم يقولوا ايه هي الريكومندد ماتيريال المفروض ان احنا ندرسها فقالوا ماتيريال كتير وطبعا من ضمنها قالوا الـ الـ البين بوك فالبين بوك الاصدار السادس هو الاساس هو اللي فيه الفاونديشن نفسها هو اللي هيعلم مانجمنت هو اللي فيه التولز والتكنيكس الاصدار السابع جميل بس راح في حته يعني بعيد عن الجزء اللي بالخاص بالفاونديشنال نوليدج المتعلقه بالبروجكت مانجمنت وكمان بعيد عن الامتحان ف يعني كل المدربين او كل التريننج كورسز اللي بنشوفها بتشتغل على الاصدار السادس سواء بان هو بيتعامل بفكر الاي سي او ان هو يعاد تنظيمه على الاي سي او او ان هو يتشرح لوحده وبعد كده الاجايل وانا بميل اكثر للفكره دي السبب في كده ان انا بحب ان الدارس نفسه يتاسس في عقله فكر النولج اريا اللي كان موجود لانه فكر كان بيست براكتس ورائع واتعمل فيه جهد خلال يعني عشرات السنين مش مش سنه ولا اتنين يعني فما ينفعش ان احنا يعني نستغنى عنه وندمره ونسيبه <تأكلم> فعشان كده انا صراحه ما بميلش لتوزيع اعاده توزيع المنهج على الاي سي -E او أه عشان يعني طبعا هنعرف التفاصيل دي اكتر لو حد مش عارف الاي سي -E او لما يدخل على الكورس هيفهم اكتر وانا قايل الكلام ده كمان في الكورس ان انا ما بميلش لكده لاعاده توزيع المنهج على الاي سي -E او أه لان ده يعني بيضيع ال ال التشارت الجميل او ال المنهجيه الكويسه اللي كانت عملتها البي ام اي وبذلت فيها سنين طويله واصبح عندنا نولج اريا مترتبه بشكل كويس فترتيبها في عقل الدارس بيدي الدارس سكيلز ومهارات ان هو يقدر يتعامل مع اي مشكله من جوانب مختلفه، بيبقى قادر يفهم ان اه انا عندي في اكثر من اسبيكت او فاستس او جوانب خاصه بالمشكله، طب هعالجها من ناحيه السكوب ولا من ناحيه السكجيول ولا الكوست ولا الكواليتي ولا الريسورسز ولا الريسك ولا الكوميونيكيشن ولا البروكيورمنت وكل واحد فيهم له تفاصيل فبالتالي الامور دي لما تبقى في سياق منهجي اكيد افضل وبتثبت فعل الدرس اكتر وبتدي له امكانيه ان هو يعمل بروسيسنج للكلام ده في سوق العمل يعني احنا بنشوف سوق العمل ناس كتير مثلا ممكن يكون بي ام بي بس يعني مش متمكن كويس من المنهجيه نفسها فعشان كده لا احنا يعني حابين يكون الناس متمكنه بشكل افضل الهدف بالنسبه لنا الاساسي التعلم اكتر من الشهاده وان كانت الشهاده اكيد هتيجي باذن الله لكن ما ينفعش يبقى الشهاده بدون بدون سوليد انديرستاندينج بحيث ان هو يفضل ويعيش مع مع الدارس فتره طويله طيب نستكمل الاسئله لا اتكلمنا على الفرق بين سي سي بي الاول ولا بي ام بي الاول اتكلمنا على النقطه دي السكيدجول اللي اتكلمنا عنه شكل المذاكرة وأهم النقاط في الاختبار وكيفية التسجيل ده كله هيبقى في الكورس نفسه تفاصيل الدورة المواعيد اتكلمنا عنها المدة والتكاليف قلنا المدة في السكادجول التكاليف قلنا المبادرة وأي معلومات أخرى يعني الفيديو ده مليان معلومات شهادة الحضور قلنا في شهادة دورة مجانية بالكامل دورة أوقاتها تمام. هذه كل الأسئلة يعني عدنا عليها بس خلينا نعدي على كله. كل امتحان بعد اكتمال الدوره لو هنراجع في السي سي بي المده محتاجينها قليله مراجعه البي ام بي زي ما قلنا هتختلف من شخص لاخر لحل الامتحانات هل سيتم توفير الماده العلميه متوفره مع الكورس نفسه هيبقى في حاجات اديشنال في الواتساب جروب الساينتفك كونتنت للكورس نفسه هو ماده البي ام بي او ماده السي سي بي فالموضوع بيبان أول ما بنبدأ نعمل براوزنج للكورس قبل ما نشترك بنشوف الكونتنت نفسه عبارة عن ايه بيبان لنا يعني الفيديوز نفسها عبارة عن ايه طيب لكمان قلنا خلاص ان هي نفس الموضوع الناس اللي تشكرنا جزاكم الله خيرا ربنا عربي و انجليزي هي طبعا الشرح نفسه بالعربي لكن الماتيريال تكون إنجليش. تبع الدولة لا هي مش تبع الدولة هي انترناشونال يعني ملهاش علاقة بدول شهادة معتمدة الشهادة قلنا هي شهاده التندنس معتمده من المنصه نفسها وكافيه للتقديم للبي ام بي الدراسه والتكلفه المبادره والمده على يعني Study بلان نزلت اللي هو الجدول اللي نزل على اللينكدين آه كافية التجهيز للـ الـ الامتحان كافية بإذن الله آه عدا بس في البين بي هنحتاج نتدرب بعد الـ الكورس على حل أسئلة بشكل كتير من بوث كورسز احنا قلنا مفيش مشكله اللي عايز يلتحق في الكورس التاني بس هي المبادره معموله كمجانيه لكورس واحد يعني دي كل الاسئله دي اجاوبنا عليها كوبي من الاسئله هنقدر ان احنا ننزل الماتيريال سيميليشن سوفت لا ما ما فيش ريتا سيميليشن سوفت هيبقى الامتحانات من عندنا احنا من على الموقعين سي سي بي هتفيد لو احنا قريبين من مجال الكوست لكن لو بعيد عن مجال الكوست اكيد لا يعني مش هتبقى مفيده طبعا مجال الكوست مش لازم اكون شغال كوست مانجر او كوست انجينير لا ممكن اكون متعلق بشيء في الكوست ممكن حاجات كتير في البيزنس بنحتاج شخص يكون فاهم كوست بشكل كويسين لو شغال مشاريع يبقى الافضل PMP بي ام بي فالسي خليها زي ما قلنا السكند ستيب يعني المATERIAL قلنا عليها والأسكاجول قلنا عليها how I can pass the exam بالمذاكرة والإجتهاد والحل الكثير بإذن الله نكتذل التهنم. online هي online وريكوردد recorded videos. معلش بان الاسئله كانت كثيره وما كانش في وقت ان اعمل لهم فلترنج او ترتيب بس الواحد حابب ان هو يكون يعني شاف اسئله الكل ورد على كل الاسئله اللي اتسالت اونلاين قلنا ان هو ريكورد فيديو ماي بليجر شكرا الميمو فعلا بقت موجوده الكتريكال انجينير لو شغال في مشاريع سيوتبل طبعا ما فيش مشكله <applause> طبعا دي كل الأسئلة تقريبا معادة فأنا عشان كده بس بعدي الأسئلة اللي, اللي تسألت وجاوبنا عليها قبل كده فبحاول إن أنا بس أعديها سكيدجول نزل السكيدجول سبميت جاوبنا على السؤال ده ده موجود في الكورس نفسه متشرح تأثيرها لمتخصص مجال المحاسبة يعني أكيد هتكون مفيدة بنسبة ما وإن كان شهادات الأكاونتينج أكيد هتكون أكثر فائدة يعني وأكثر تركيزا على المجال نفسه ماتيريال اتكلمنا عنها والاسئله نفس الشيء اتكلمنا عنها دورتين قلنا فكره المبادره هي فيديوهات الزوم تفاعلي للاسف غير متاح زي ما وضحنا لا المحتوى ان شاء الله وافي وكافي للمذاكره والدخول الامتحان يعني مش مقتطفات لا مش انتدكشن الشهاده اتكلمنا عنها برضه طريق الواتساب قلنا على المتابعه دي كل الأسئلة دي تجاوبت عليها الأوقات نزلنا الأوقات كسكجول <applause> لابتوب يعني يتطلب متابعه سواء كانت من موبايل تابلت لابتوب او كمبيوتر عادي مش لازم لابتوب ده الماتيريال الموجوده مع الكورس بيج انا بعتذر عن ان احنا ايه ما ملخصناش الاسئله يعني بحيث ان يتجاوب عليها بس حي فعلا اللي الوقت فكانت دي الطريقه الوحيده المتاحه ان انا ابص على اسئلتكم وحابب ان انا ما كنتش اغفلت يعني اي اسئله فعشان كده ممكن الموضوع يكون بس ايه طول شويه يعني اتمنى اكون نغطيت كل الاسئله وكون كل الاستفسارات تجاوب عليها والنظام واضح وهيوضح اكتر لما نبدا ان احنا ننضم واحده واحده على الواتساب جروب طبعا الناس اللي اتبعت لها الايميل بيبقى في واتساب جروب احنا مقسمين اكتر من جروب لان عددنا كبير ففي حتى الان يعني تو جروبس للسي سي بي وان جروب للبي ام بي بشكل مبدئي والتواصل اكيد على الجروب هيبقى اسرع وفعال فلو حد لسه عنده اسئله تانية بعد ما يجوين الواتساب جروب يبدا ان هو يسالها ونتواصل معاه لو حد عنده يعني استفسار تاني يعني اقصد بخصوص بخصوص الكورس يعني او كده فده ممكن احنا نخليه على الواتساب جروب ونشوفكم على خير كده باذن الله وتبقى بدايه موفقه واتمنى لكم جميعا الخير والتوفيق باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته